هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع مهم، ويعني مع التغيرات العالمية اللي حصلت والحرب الروسية الأوكرانية بقى مسألة القمح مسألة يعني أمن قومي. والدولة المصرية كان الحقيقة كان في إدراك مبكر، ما حدش بيقرأ المستقبل، لكن الحقيقة إنه كان في شغل على الأرض فيما يخص مسألة التوسع في زراعة القمح والحوافز اللي اتقدمت للمزارعين علشان بيزرعوا قمح أكتر، لأنه إحنا طبعا من أكتر الدول اللي بتستورد قمح وعندنا استهلاك عالي جدا جدا جدا. كل المؤشرات بتقول إنه الموسم الحالي لحصاد القمح في طفرة في معدلات التوريد من قبل المزارعين، وده نتيجة للحوافز اللي كنت بقول لحضراتكم وبكلمكم عنها. صور بتشوفوها على الشاشة دي الحقيقة صور عظيمة جدا ومبهجة جدا. دي صورة من محافظة الفيوم، صورها لنا مصور شاب وهو بيتابع لحظات حصاد الذهب الأصفر زي ما بيسموه في الفيوم. الحقيقة انه الصور بديعة ومبهجة، فاحنا عايزين نتكلم اكتر مع المصور الشاب محمد الكاشف. مساء الخير عليك، ويعني الصور غايه في الابداع الحقيقه، فيعني عايز اسالك انت بتكون موجود اصلا في وقت الحصاد ولا انت رايح علشان تصور؟ احكي لنا كده كواليس هذه الصور. مساء الخير يا فندم عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك. واهلا بحضرتك. هو اللي حاصل، انا اصلا مصور فوتوغرافي حر، بمارس مهنه الفوتوغرافيا بقالي اكتر من 10 سنوات، وفي مشاريع ببقى شغال عليها بصوره حره، من ضمنها توثيق انتاج الغذاء من المحاصيل الزراعيه. طبعا كان اهم حاجه عندي من ضمن المحاصيل المهمه عندي في مصر 2، القمح والقطن. فالقمح السنه دي بالنسبه لي هنا في الفيوم وفي الكره اللي من حواليا الدنيا بسم الله ما شاء الله، يعني شيء مبهج ويفرح. فكان ليا جيران موجودين زارعين القمح، وكانت فرصه يعني لما اتكلمت مع الصديق ان انا عايز اجي اصور الدراس بتاع القمح عشان الحصاد ما لحقتوش، بلغني ده. وفعلا من يومين فاتوا كنا عملنا التصوير وبحضور والده وهو راجل 80 ربنا يديله الصحة، وقدرنا نصور ونطلع الصور الجميلة والمبهجة بتاعت فرحة الحصاد وإنتاج محصول القمح نفسه. تفاعل الناس مع الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته إزاي؟ أنا ببقى بالنسبة لي يعني واخد الصورة يعني بتكوين كويس، وبشوف رد فعل المتلقي معايا بيبقى عامل إيه، خصوصا لما بتكون حاجه موجوده من الواقع نفسه المعايش اللي احنا موجودين فيه. فبالتالي الناس تفاعلها كان كويس جدا، خصوصا مع تنزيل فيلم من الشورت فيلم كنت نزلته من امبارح تقريبا عن عمليه الدراسه، وصراحه استقبلوه بحفاوه كتير يعني، وبشكرهم عليه جدا يعني وعلى تقديرهم وتشجيعهم يعني الموجود. الصور دي بتاخد منك وقت قد ايه علشان اشوف الصور المبهجه اللي انت بتطلعها لنا عن حصاد القمح السنه دي؟ انا بالنسبه لي لما بنزل التصوير يوم التصوير نفسه معايا بيبقى يعني مفتوح، اللي هو انا بيبقى عندي نهم كبير جدا ان انا اخد اكبر قدر ممكن من الصور بزوايا مختلفه اقدر اظهر فيها لون التصوير بتاعي. فبالتالي بحاول قدر المستطاع ان انا الم بعض التفاصيل وبعض الحاجات اللي بتحصل من البهجه اللي بتبقى موجوده، الدراسه والجديه بتاعته، ان كان في فرحه موجوده او غيره. فبحاول الم كل ده يعني زي ما بيقولوا في شنطه حمزه يعني، وبعديها اروح جاي واخدها اقعد افرزها في البيت. بعد ما بفرز بشوف الافضل ما هو موجود منها، وبعمل الايديت بتاعي عليه البسيط، لان الايديت نفس التصوير يعني تحرير الصوره نصها. فبالتالي بتطلع عندي المجموعه اللي هي زي اللي انت حضرتك يعني ظهرت وموجوده وصلت للساده المشاهدين على التلفزيون. بيبقى عندك تعليمات معينه لاهالينا دول وانت بتصورهم؟ لانه الصور الحقيقه يعني واقعيه جدا جدا، وعلشان كده انا بحس انها من كتر حقيقتها بتلمسنا. فهل تصويرهم بيكون صعب عليك؟ عندك تعليمات معينه بتقولها لهم علشان يقدروا يتصوروا؟
لا خالص، انا بحكم خبرتي يعني زي ما قلت لحضرتك السابقه في مجال التصوير، خصوصا تصوير الشارع. انا ادعي ان انا مصور شارع ومهتم بالتصوير الستريت فوتوغرافي والديلي لايف، فبالتالي كتر التعامل مع الناس من بيئات مختلفه ومن مهن مختلفه ومن شرائح عمريه مختلفه مرس الواحد على ان هو يقدر يخرج يعني بصور ومنتج نهائي كويس. فمن ضمن اللي انا لما باجي مثلا انزل اصور حاجه زي المحاصيل ومع اخواتنا الفلاحين يعني، وانا يعني حد منهم، فبالتالي انا ببقى طالب منهم ان انتوا يعني ما تنتبهوش ليا، اعتبروني يعني جزء مش موجود يعني في المكان يعني. فبالتالي بحاول اخد اكبر قدر ممكن من الواقعيه ساعه التصوير بالنسبه لاداء مهامهم زي ما هو موجود مثلا في الدراسة اللي هو موجود معايا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على نقل لحظات الفرح في حصاد موسم القمح السنه دي. شكرا جزيلا المصور محمد الكاشف، شكرا جزيلا على وجودك معنا.